يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة في الدكة التي تكون خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما يسمى بمكان أهل الصفة، هل الصلاة في هذا المكان فضل؟ الصفة الآن ليس لها مكان معروف، ولا يتحرى المكان الذي يزعم أنه محل الصفة، فلا يجوز هذا، لا يجوز تعظيم الآثار التعلق بها والصلاة فيها، هذا من البدع ومن وسائل الشرك. إذا بغيت تصلي يا أخي عندك المسجد النبوي طويل عريض، صل في أي مكان منه، الحمد لله. نعم.